اكد معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب دعم مملكه البحرين لجهود تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق رؤى قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. جاء ذلك بمناسبه الذكرى الثالثه والاربعين لتاسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واشاد معالي بحرص واهتمام ملك البلاد المعظم ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير التعاون الخليجي في مختلف المسارات والمجالات التنمويه ودعم المشاريع المشتركه مشيرا معاليه الى ان المجالس التشريعيه الخليجيه تدعم على الدوام تطوير منظومه التعاون الخليجي باعتباره صمام الامان للمنطقه ومستقبلها وحمايه وخدمه المصالح الخليجيه